بيبدأ الفيلم بالعقيد إيدي وهو بيحاول يتفاوض مع المجرمين اللي بيكونوا خاطفين عيال صغيرة وبيكون عايز يحررهم. وواحد من المجرمين دول بيعرفوا إن هم مش خايفين وإنهم مش هيسيبوا الأطفال دي غير لما ينفذ أوامر الشيخ جمال، وكمان الحكومة تديهم 1,000,000 روبية وإلا هيقتلوا الأطفال دي كلها بدم بارد. وبعدها إيدي بيجتمع بكل المستشارين علشان يلاقوا حل للموضوع ده، وبيقرر إنه يدي الفلوس دي للمجرمين علشان ينقذوا الأطفال، وبعدها يبقى يفكر هيعمل معهم إيه. لكن جمال القائد بتاعهم بيكون عايز يغدر بيه وبياخد منه الفلوس، وبيقرر انه يقتل الاطفال قدام عينه. وفجأة بيسمعوا صوت ضرب نار في المكان، وبيدخل عليهم مفتش الشرطة اسمه سينخ، واللي بيكون باين عليه انه ناولهم على الشر لانه ما كانش بيخاف من اي حاجة. ولما ايدي بينصحه انه ينزل سلاحه وما يقتلهمش، سينخ بيكون عنيد وبيضرب نار عليهم وبيقدر انه يقتل منهم عدد كبير. بس على الرغم من كده ايدي بيكون متضايق منه لانه كان بيتصرف من دماغه، وايدي كان عايز يحاسبهم بالقانون. بس سينغ بيكون عنده رأي تاني، وهو انهم لازم يقضوا على كل المجرمين اللي موجودين في الهند ويخلوهم عبرة لأي مجرم يفكر انه يأذي حد. ولما بيرجع البيت بيقعد مع ابنه شينتو وسير مراته، وفجأة بيدخل عليهم العقيد وبنعرف انه يبقى حما سينغ، وبيعرف سيري انه متضايق من جوزها لانه بيتصرف من دماغه، وكمان بيعرفها انه اترقى لرتبة مفتش عام. وسيري بتكون متحمسة جدا وفرحانة لأن ده كان حلمه من زمان. وفي الوقت ده سينغ بيكون في أوضته وبيبص لصورة أبوه اللي مات وهو حزين، وبيفتكر لما كان صغير ودنجال أبوه كان ضابط في الشرطة وكل الناس كانت بتحبه لأنه كان بيحمي كل اللي حواليه وبيجيب حق أي مظلوم. وبيفتكر وقت ما دخل عليه مجرم اسمه منجال، ومنجال ده كان واحد من أكبر المجرمين وقتها وما كانش حد بيقدر عليه، لكن أبو سينغ قدر إنه يتحداه ووقف قدامه وعرفه إنه على الرغم إن الحكومة ادته منصب مهم بس برضه مش هينفع يستغل الموقف ده ويظلم الناس الفقيرة، وقال له إن القانون الهندي مش هيسمح لك أبدا تعمل أي حاجة غلط. وبعدها بيشاور على واحدة أرملة وبيفكروا بجوزها اللي قتله من غير أي رحمة، وبيأمره إنه يركع قدامها ويطلب منها السماح، لكن طبعا منجال بيرفض وبيفضل يضحك على كلامه وبيطلب منه إن هو اللي ينحني ليه ويكون واحد من رجالته علشان ما يأذوهوش. وبعد كده بيرفع سلاحه وبيضرب نار بطريقة عشوائية والناس بتخاف وبتطلع تجري، لكن دنجال ما بيكونش خايف وبيقف قدامه وبيتحداه وبيقدر انه يخليه يركع قدام الأرملة ويعتذر لها، لكن للأسف منجال بيغدر بيه وبيضرب عليه نار. وقبل ما بيموت بيطلب من ابنه انه ينفذ وصيته ويبقى ضابط شجاع وعادل ويحمي كل الناس الغلابة من المجرمين. وبعدها بنرجع للوقت الحاضر، وسيري بتواسي سينغ وبتقول لأبوك لو كان عايش لحد الوقت ده أكيد كان هيبقى فخور بيك. وتاني يوم سينغ وهو في الشغل رئيسه بيكلمه عن مدينة شانتي وعن الفساد اللي بيحصل فيها من تجارة سلاح ومخدرات ومجرمين، وبيعرفه ان هو من دلوقتي هيكون مسؤول عن المنطقة هناك لان للأسف كل الضباط اللي موجودين هناك مش قادرين يسيطروا على المجرمين. وفي الوقت ده بيكون في رجالة زعيم فاسد اسمه ديفيد بيتفقوا على صفقة تهريب أسلحة مع شركائهم، وبيعرفوهم ان هم متحكمين في حكومة البلد وان مفيش اي حد هيقدر يعترض طريقهم. بس واحد من الرجالة دي بيذكر اسم سينغ وبيعرفهم ان هو بقى الضابط الجديد للمنطقة ومعروف عنه ان هو شجاع وعنيد جدا. بس رجالة ديفيد بيكونوا مطمنين لانهم كانوا مفكرينه ان هو زيه زي غيره وهيقدروا ان هم يرشوه وياخدوه في صفهم. وبعدها بينزلوا المدينة وبيدوسوا على اي حد يجي في طريقهم، وللأسف بيدوسوا على طفل صغير وبيقتلوه، وكمان بيخلصوا على ابوه. ولما بنته جوليا بتحاول تقف قصادهم بتعرفهم الجبروت اللي هو فيهم ده بسبب ان كل شوية يجي ظابط مرتشى ويحميهم، وطبعا بتكون مقهورة على ابوها واخوها اللي ماتوا وما كانتش مصدقة ان هم ماتوا قدامها بالطريقة البشعة دي. وفي الوقت ده سينغ بيكون وصل للمدينة وبيكون متنكر علشان محدش يعرف ان هو الظابط الجديد ويقدر ان هو يتعرف على كل المجرمين اللي موجودين في المدينة. بس بيتصدم لما بيعرف ان كل اللي موجودين بيمشوا بالرشاوي وان بيوت الدعارة والسلاح موجودين في كل مكان. وتاني يوم بيعرف ان ديفيد يبقى اكبر مجرم في المدينة وانه حاليا مسافر سويسرا ويوصل للهند قريب. وبعدها بيجي واحد وبيعرض على سينغ كل انواع المخدرات اللي ممكن يطلبها، بس فجأة الكل بيستخبى وبيطلعوا يجروا هم خايفين ومرعوبين لانهم بيكونوا سمعوا صوت عربيات رجالة ديفيد. وسينغ بيكون واقف مستغرب وما كانش عارف هم ليه خايفين كده، وبيقدر انه ينقذ واحد اعمى كان يخبطوه بالعربية ومن كتر ما هو كان متضايق بيشتمهم. وطبعا الكل بيكون مستغرب من شجاعته وبيكونوا متأكدين ان هو خلاص هيموت لانه شتمهم. وبعدها بينزل واحد من رجالة ديفيد وبيقول لسينغ انت شكلك جديد في المنطقة، وقبل ما بيضربه سينغ بيكون مستعد ليه وبيفضل يضرب فيه بكل انتقام قدام كل اللي موجودين. ولما جوليا بتشوفه بتكون واقفة مبسوطة لانها اخيرا لقيت حد يقف قدام المجرمين دول. ولما بيخلص جوليا بتروح له وبتشكره
وبتفرح جدا لما بتعرف ان هو المفتش الجديد للمنطقة، وبعد كده بتاخده معاه للمقابر وبتعرفه ان رجالة ديفيد قتلوا اباه واخوه من غير اي رحمة، واي حد من الغلبة بيقف قدامهم بيقتلوه هو كمان، وان ديفيد مسيطر على كل الضباط اللي هنا لانهم كلهم مرتشين ومش قادرين عليه. وبتوريله طفل قاعد قدام قبر ابوه وبتحكيله عن الحادثة اللي حصلت من ايام لما ابو الطفل ده راح لمركز الشرطة وترجى الضابط جافيت اللي موجود هناك ان هو ينقذ مراته اللي واحد من رجالة ديفيد خطفها، بس طبعا لان الضابط كان مرتشي مش بيهتم بكلامه، وكانت النتيجة ان رجالة ديفيد بيجوا وبيخلصوا عليه وبتعرفوا ان لحد الوقت ده لسه ام الطفل ده مخطوفة. ووقتها سينغ بيتأثر جدا بكلامها وبيوصل لمركز الشرطة، وجافيت الضابط اللي كان موجود هناك بيشوفه وبيكون خايف من سينغ ومتوتر جدا، وسينغ بيعرفه ان هو ضابط فاسد ومرتشي وبيقدر ان هو يحرر ام الطفل، وبيكون عايز يفصل جافيت من منصبه وبيلف بيه في المدينة كلها وبيخلي الكل يهينه وبيخليه عبرة لكل واحد فاسد وظالم. بس في الوقت ده بيوصل حاكم المدينة وبيفضل يزعق لسينغ بسبب اللي بيعمله، لكن سينغ بيرد عليه وبيعرف ان هو كمان فاسد ومرتشي، وبيعرفه ان هو معاه اوراق ضده وبيقسم له ان هو كمان هيتفصل من شغله. وطبعا الحاكم بيكون متضايق جدا وبيكون عايز يخلص عليه، بس بيمسك نفسه قدام الناس، وبعد كده بيتعاون مع رجالة ديفيد وبيكون عايزين يقتلوه. وتاني يوم سينغ بيأمر رجالته ان هم يبعتوا انذارات لرجالة ديفيد ويعرفوهم ان اي حد هيخالف القانون هيتحبس، وبيأمرهم كمان ان هم يبعتوا انذارات لبيوت الدعارة علشان تتقفل نهائي. بعدها بيروح لواحد من رجالة ديفيد وبيكون واخد معاه شنطة فلوس علشان يرشيه ويخليه يشتغل لحسابهم، لكن طبعا سينغ بيرفض وبيعرف ان هو مختلف عن كل الضباط اللي خدموا هنا، وبيوعده ان هو يقبض على ديفيد في اقرب وقت. ولما ديفيد بيعرف اللي حصل بينتشر خبر في المدينة ان ديفيد هيرجع من سويسرا قريب جدا. وفي الوقت ده جوليا بتكون قلقانة على سينغ، لكن سينغ بيعرفها ان هو مش خايف لانه هو اللي على حق. بعدها بيوصل واحد من رجالة ديفيد، ولما سينغ بيشوفه بيسأله هو جاي هنا ليه، وكانت الصدمة ليه لما بيعرفه ان في تقرير جاي له بان هو اللي يروح يستقبل ديفيد من المطار بنفسه. وطبعا هما بيكونوا عملوا كده علشان يضايقوه، لكن سينغ بيحاول ان هو يتملك اعصابه وبيكون من جواه عايز يروح علشان يشوف الشخص ده اللي الناس كلها خايفة منه. واول لما بيشوفه بيشبع عليه لانه بيكون شبه منجالي اللي قتل ابوه زمان، ولما ديفيد بيشوفه بيتريق عليه وبيقول له انا سمعت انك عايز تقبض عليا، لكن سينغ ما بيهتمش بكلامه. ولما بيرجع البيت ابن شانتو بيسأله على ديفيد وبيعرفه ان زمايله كلهم في المدرسة بيتكلموا عليه وبيقولوا عليه ان هو مجرم وشرير والناس كلها بتخاف منه. ولما بيقعد مع سير مراته بيقولها ان هو مستني اليوم اللي هتولد فيه بفارغ الصبر، وبيبدأ ان هو يكلمها عن ديفيد وبيعرفها ان هو شاكك فيه وان ممكن يكون هو منجال اللي قتل ابويا زمان، لكن مراته بتكون مستغربة لان كل الناس بتكون عارفة ان منجال مات من بعدها، وبتقترح عليه ان هو يروح يسأل ابوها لان السجل بتاع منجال موجود عنده. وفعلا سينغ بيروح له وبيتكلم معاه، لكن حماه ما بيكونش مقتنع بكلامه وبيعرفه ان مفيش اي دليل يثبت ان ديفيد يبقى هو منجال، وعلشان يريحه بيجيب له السجل بتاع منجال اللي فيه كل بصماته وبيدي له بصمات ديفيد علشان يقارن بينهم هما الاتنين، لكن سينغ بيلاقيهم مختلفين وبيقتنع ان فعلا منجال مات من زمان، ولان ما كانش له قرايب الضباط حرقوا جثته بنفسهم. لكن بعد شوية رأيه بيتغير وما بيكونش مقتنع بالكلام ده، وبيروح البيت عند ديفيد وبيلاقيه عامل حفلة وبيكون مجمع فيها كل الفسدة والمرتشين، وبيعرف ديفيد ان هو متأكد ان هو منجال وان جه الوقت اللي هينتقم منه. وطبعا ديفيد بيكون متضايق لان دي كانت اول مرة حد يتكلم معاه بالاسلوب ده. وبعدها بيأمر رجالته ان هم يجمعوا عنه كل المعلومات علشان يقدر يعاقبه على اللي هو عمله فيه. بعدها سينغ بيجمع كل الناس حواليه وبيبدأ ان هو يحرضهم على ديفيد وبيأكد لهم ان ديفيد يبقى هو منجال المجرم، وان جه الوقت اللي لازم يعاقبوه فيه على كل اللي هو عمله، وبيعرفهم ان هو هيقف جنبهم ومش هيتخلى عنهم ابدا. بس فجأة بيلاقوا ديفيد داخل عليهم هو ورجالته بالعربيات وبيأمروا كل الناس ان هي تهتف باسم ديفيد، وللأسف الناس كلها بتكون خايفة وبتهتف باسمه، بس سينغ وجوليا بيحاولوا ان هم يمنعوهم وبيعرفوهم ان هم لازم ما يخافوش منه. وديفيد بيتضايق وبياخد رجالته وبيمشي من المكان، وبيكون ناوي ان هو ينتقم من سينغ ويقتله، والكل بيكون فرحان وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا، اما ديفيد فبيكون متضايق جدا وبيفضل يكسر في كل اللي حواليه. بعدها سينغ بيسافر بره المدينه مع سيري وبيسيبوا شانتو مع جوليا، ولما ديفيد بيعرف بيبعت رجالته وبيفضلوا يدوسوا على الناس من غير اي رحمه ويقتلوا فيهم، وجوليا ما بتبقاش عارفه تعمل ايه، ورجاله ديفيد ما بيبقاش هممهم اي حد وبيفضلوا يكسروا ويقتلوا في كل الناس اللي حواليهم، والوحيد اللي بيقف قدامهم هو شانتو وبيحاول ان هو يمنعهم.
ولما بيعرفوا ان هو ابن سينغ بيكونوا عايزين يقتلوه، وجوليا بتحاول ان هي تنقذه وبتلهيهم وبتخلي شانتو يهرب بسرعة. ولما سينغ بيرجع بينصدم من كمية الجثث اللي حواليه، وكمان بيلاقي جثة جوليا واقعة على الأرض. ولما بيروح لها بيعرف ان هي ماتت، وبيكون مقهور وزعلان عليها، وبعدها بياخد كل الجثث وبيحرقها. ولما حماه بيعرف اللي حصل بيروح له وبيفضل يزعق له، لانه لحد الوقت ده ما كانش قادر يمسك دليل على ديفيد، وبيعرف سينغ ان هو السبب في المجزرة اللي حصلت دي. وسينغ بيطلب منه ان هو يديله فرصة أخيرة وهو يثبت له كل حاجة، وما كانش قدامه غير ان هو يوافق ان يديله آخر فرصة قبل ما ينقله من المدينة بسبب ان هو فشل في المهمة. وبعدها سينغ بيروح البيت عند ديفيد وبيأكد له ان دورجان واحد من رجالته، وان هو السبب في المجزرة اللي حصلت، وبيوعده ان هو يفضل يدور عليه لحد ما يمسكه ويقدمه للمحاكمة. وطبعا ديفيد بيتضايق لانه هدده في بيته، وقبل ما سينغ بيمشي بيعرفه ان نهايته قربت وانها هتكون على ايده. بعدها دورجان بيعرف اللي حصل له بيروح القسم، وبيفضل يضايق في سينغ وبيستفزه، وبيقول له فعلا انا اللي قتلت جوليا، بس مش هتعرف تمسك عليا اي دليل. وطبعا سينغ ما بيقدرش يتحكم في نفسه، وبيفضل يضرب فيه بكل انتقام لحد ما خلاص كان هيموت في ايده. وفي الوقت ده بيوصل حماه وبيمنعه، وبيعرفه ان اللي بيعمله ده غلط، وبيطلب منه انه يمشي دورجان لان مفيش عليه اي دليل. وبعدها بيرجعوا البيت، وسينغ بيقول لإيدي إن هو يفضل شغال على القضية دي، وعمره ما يسيبها غير لما يقبض على ديفيد. ولحد الوقت ده إيدي ما بيكونش مقتنع إن ديفيد يبقى هو منجلي اللي قتل أبوه، وكمان ما بيكونش عاجبه إن سينغ كل شوية يهاجم رجالة ديفيد من غير ما يكون معاه أي دليل. بس سينغ بيأكد له إن هو قريب جدا هيجيب له دليل قوي ضده، وبرضه إيدي مش بيقتنع بكلامه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها سينغ بيقول لشانتو ان هو يخرج، وبيطلب منه ان هو يكمل مذاكرته لحد ما هو يرجع. واول لما بيتحرك بالعربية ديفيد ورجالته بيوصلوا البيت عند سيري وشانتو، وطبعا سيري بتكون خايفة على ابنها وبتقوله ان هو جبان لانه جاي عندها البيت وهو عارف ان جوزها مش موجود. وفي الوقت ده سينغ بيرجع البيت تاني، وطبعا بيكون مستغرب اول لما بيلاقي ديفيد وبيقوله انت جاي هنا تعمل ايه؟ وبكل برود ديفيد بيعرفه ان هو جاي هنا وجايب له هدية، وقال له انا اقدر بكل سهولة ان اقتلك وما يكونش فيه اي دليل ضدي. وفجأة رجالة الشرطة بتحاصر البيت من كل مكان، وكانت الصدمة لسينغ لما بيلاقيهم موجهين السلاح عليه هو. وفي الوقت ده سينغ بيعرف ان حتى الشرطة نفسها بقت معاه، وبيبدأ ديفيد ان هو يأكد له الشك اللي جواه، وقال له انا فعلا منجلي اللي قتلت ابوك زمان، وبيعرفه ان هو كمان هيخلص عليه وعلى كل عيلته، وبيطلب منه ان هو ينزل على الارض ويبوس رجله ويقول على نفسه ان هو بقى كلب من كلابه. وكانت الصدمة ليه لما بيعرف ان ديفيد قتل ابنه من غير اي رحمة، وفعلا لما بيدخل بيلاقي ان شنتو ميت في الارض، وطبعا ما بيكونش مصدق اللي حصل، وبيفضل يحضن فيه وهو منهار، وبيطلع لديفيد وبيفضل يضرب فيه. بس للأسف رجالة ديفيد كلهم بيتكتروا عليه وبيفضل يضربوا فيه من غير اي رحمة، وكمان بيمنعوا مراته ان هي توصل له، وبيحاولوا انهم يسقطوا الجنين اللي في بطنها. وفي اللحظة دي بيوصل ايدي للبيت، ولما بيشوفهم بيستخبى وبيشوف رجالة ديفيد وهم شايلين جثة شانتو، وبيكونوا ناويين انهم ياخدوا الجثة معاهم. وبيشوف سينغ وهو واقع على الارض وفقد الوعي، وسيري بتكون منهارة بسبب اللي حصل، وبتفضل تترجاهم انهم يسيبوا جثة ابنها، لكن ديفيد بيرفض وبيفضل يزل فيها، وبيعرفها ان جوزها دلوقتي عاجز ومش قادر حتى ان هو يحميكي ولا ياخد مني جثة ابنه علشان يدفنها، وبيعرفها ان هو يحتفظ بجثة ابنها لحد ما سينغ يروح له ويبوس رجله. وكمان بيعترف لها ان هو يبقى منجال الشخص اللي قتل ابو سينغ زمان، واللي النهارده كمان قتل حفيده. ولما ايدي بيعرف بيتصدم، وفي الوقت ده بيفهم ان سينغ كان عنده حق في كل كلمه قالها على ديفيد. وبعدها بيمشوا من المكان، وايدي بيجري على بنته وبيحاول ان هو يهون عليها، وطبعا سيري بتكون منهاره بسبب موت ابنها وبتقع على الارض وبتفقد الوعي. ولما ايدي بيحاول يتصل بالاسم دورجان بيروح له وبيعرفه ان هم قطعوا كل الاتصالات، وكمان قفلوا كل الطرق لان ديفيد دلوقتي متحكم في كل حاجة، وبيعرفوا ان سينغ لازم يروح لديفيد ويبوس رجله علشان يقدر ياخد جثة ابنه. وفي الوقت ده سينغ بيكون في المستشفى، وايدي بيروح له وبيديله سلاح وبيقوله ان هو كان عنده حق في كل كلمة قالها على ديفيد، وانه لازم ينتقم منه ويخلص عليه. وبيعرفه ان هو كان غلطان لما ما سمعش كلامه لما قال له في الاول ان هم لازم يقبضوا على كل المجرمين اللي موجودين في الهند، لان في ناس كتير القانون مش هيقدر يحسبهم. وسينغ بيقسم له ان هو لازم ينتقم لموت ابوه وابنه، وانه مش هيرحم ديفيد ولا اي حد من رجالته. وبعدها بيجي وقت الانتقام، وبيركب العربية مع ايدي وبيفضلوا يضربوا نار بعشوائية على كل رجالة ديفيد، وبيفضل يقتل فيهم بكل انتقام
لحد ما في الاخر بيوصل عند دورجان وديفيد. ولما دورجان بيحاول ان هو يدافع عن ديفيد، سنغ بيضربه بالنار وبيخلص عليه، ومش بيكون فاضل قدامه غير ديفيد علشان ينتقم منه. وبعدها بيروح له وبيفضل يضرب فيه، وبيفتكر كل اللي ديفيد عمله فيه من وقت ما قتل ابوه زمان لحد اليوم اللي قتل فيه ابنه وحصره عليه. وبعدها بيخليه يعترف على كل الجرائم اللي هو عملها، وديفيد بيترجاه ان هو يسيبه، لكن طبعا سنغ بيرفض وبيضربه بالنار وبيخلص عليه، وبيموت ديفيد وبينتهي كل الشر معاه. وبعد كده بيروح لجثة ابنه وبيفضل يتكلم معاه وبيتأسف له ان هو مقدرش يحميه، وإيدي بيروح له وبيحاول ان هو يهون على حزنه، وفي الاخر بيشيل جثة ابنه علشان يروح يدفنها، وبيخلص الفيلم على كده. لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده فاكيد ملخص الفيلم عجبك، فياريت ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة علشان تتابع معايا اقوى ملخصات الافلام. وعلشان اتأكد انك كملت معايا ملخص الفيلم للاخر، اكتب لي في التعليقات كلمة بطل، وما تنساش انك تنزل تحت في الوصف وتشترك في قناتي التانية اللي بقدم فيها ملخصات اجنبي. وتحياتي لكل اخ واخت متابعيني، يلا سلام.